كثير ممكن يستغربوا أنه بدي أحكي عن شيء بسيط هو الضماد. الضماد بالمجمل هي مو شيء بسيط، هو علم بحد ذاته وفن. يعني دكتور المحترم بيكون ضماده محترم، الدكتور الأنيق بيكون ضماده أنيق. هلأ بالنسبة بالمجمل ما عم نعمل دعاية، نحن بالمجمل الكريمات التي تطبق على البشرة أو الجلد تتبع الحالة، فكريمات أو المراهم طبعا إذا كان في عنا حسب المشكلة، إذا كان فيروسية أو جرثومية بنستخدم أنتي بكتيريال أنتي فيرال بالمجمل، وحسب نوع المفرزات، إذا قديمة في مفرزات كتير فبدنا نحن نستخدم نوع دهني تقريبا، ما نستخدم الكريم. إذا كان في نزح وأوزينج يعني جديد فتستخدموا الكريم. وظيفة إذا كان زيتي أنه يوصل ويحل هذه، وطبعا في منتجات تانية ممكن نستخدمها عند الأذن وما شابه ذلك. طبعا عند الفتحات مثل العين، فتحة الأنف، الفم، الأذنين لا يفضل أنه تطبق ضماد لفترة طويلة لأنه المفرزات رح تطلع وتتجمع. إذا بنحط كريم عادة بالمجمل، بعدين ممكن نحط كريم ومرهم إذا كانت الحالة قديمة وصار علي شيء جديد، بنحط الكريم طبعا أولا بعدين المرهم لو كان من نفس النوع وكل واحد له وظيفة، بعدين بنحط ما يسمى السفرة تول اللي هو نوع من الشاش عليه فازلين ويمكن مادة مضاد حيوي. وظيفة الفازلين هي حر تشكل الخلايا الموجودة. رح نشوفه. طبعا هذا هو نوع الشاش، بيكون مثل الشاش العادي بس عليه طبقة من الفازلين قلنا. بعدين رح نحط شاش، وبعدين رح نحط ممكن نحط رول. رول يعني شيء بعض المناطق مثل اليدين بدك رول تثبتها ما بكفي البلاستر، بعدين بتحطوا البلاستر. اوكي، اذا الضماد هو علم وفن، ومو بس اي واحد بدك ممكن تضمده مثل الثاني، كل شخص له ميزه بهذا الموضوع. بنعتمد طبعا على كريمات او مراهم او مزيج بيناتهم، ونوع المرهم بيحددوا الحاله سواء كانت فيروسيه او جرثوميه، والمنطقة كمان وسماكة. في ممكن يتشكل ما يسمى اسكار، خشارة بالعربي، هي ما بتشبه السكار، شيء تاني السكار والاسكار شيء مختلف.